الإنسان إذا غضب ماذا يصنع؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا واقف يجلس أو ينصرف عن مكان هذه المشاجرة، يذهب يتوضأ يصلي. نعم، لأن الشيطان الآن يريدك تغضب. لا تغضب، حاول ألا تغضب، لا تأتي أماكن يعني ممكن تغضب فيها. نعم، خاصة عندنا قلنا في الصيام أفضل شيء ابقى في المسجد. الصحابة رضوان كانوا يبقوا في المسجد حتى يحافظوا على الصيام.